شهدت محافظة تاي صباح اليوم مسيرة حاشدة تنديدا بالمجازر التي نفذتها كتائب صالح في حق تعز وأبنائها. الثوار أكدوا خلال المسيرة صمود تعز ورفضها الانكسار أمام وحشية كتائب وميليشيات صالح، وتعهدوا بعدم الانجرار إلى مربع العنف ومحاكمة صالح وقادة كتائبه. مشاهد من المسيرة وصمود الثوار نتابعها فيما يلي. أثبتت الأحداث المتسارعة لهذه الثورة اليمنية أن هؤلاء الطغاة وأرباب الطغيان لا يراعون أي ذمة للدم المسلم، فكيف سيراعون أشهر الحرم؟ فهم مستمرون في قتالهم وفي تصعيدهم نحو الشعب. تستهدف تعز لأن علي صالح يعلم بأنها هي روح الثورة وهي روح الصمود، وهي التي يستمد منها شباب الثورة في جميع الساحات في الجمهورية صمودهم وثباتهم وبقائهم، وأثبتنا ذلك حتى بعد محرقة ساحة الحرية في تعز. تعز عصية، مهما عمل النظام، مهما عمل بلاطجة النظام، الحرس العائلي، القناصة يجندوا، يشتروا أسلحة، يعملوا ما يعملوا، تعز بدأت الثورة وستمضي إلى أن تنتهي الثورة. تعز هي بنغازي، بنغازي بدأت وانتهت في طرابلس، وفي تعز وفي اليمن، بدأت من تعز وستنتهي بإذن الله تعالى في صنعاء في القصر الجمهوري قريبا قريبا قريبا. المسألة التصعيدي في تعز مستمر، وما تعرض له تعز من غصب وتمار بأسلحة ثقيلة على مدار الأيام الفائتة، ونحن نلاحظ ونلمس من عزيمة الشباب ما هو كافي للوصول إلى نقطة الحسم القريبة إن شاء الله. فشباب تعز مصرين على الاستمرارية في النهج السلمي. أنا أعتقد برأيي أن تعز تمثل العاصمة الثقافية، فالنظام نحن نعلم أن ما يمثلهم علي عبد الله صالح يعني يعتبر بالنسبة لنا شخص غير متعلم، فطبيعي الإنسان لما يكون غير متعلم يكون عنده حقد دفين تجاه أي إنسان متعلم، فقد يكون بنظري بوجهة نظري أن بقايا النظام يكنزون في أنفسهم هذه الأحاسيس. قال النائب البرلماني صادق البعداني إن المجازر والقصف العنيف